مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة يا رب. مثل مو شايفين اليوم رح نشارك معكم كمان أكلة كتير طيبة ومن دولة عربية بحبها كتير وكليتنا بنحبها. طبعا بنحب الدول كليتها، بس أما اليوم طبختنا هي من دولة العراق الشقيقة. بوجه لهم تحياتي لجميع العراقية وبعتذر منهم إذا كنت رح أشارك الوصفة ورح يكون فيها شي ناقص أما تكون على طريقتها الأساسية، بعتذر وبكتبولي تحت بقسم التعليقات إذا أنا نقصت شيء أو خربطت فيها بشيء، لأنه بصراحة شفت كتير طرق لألا يعني. فاستثنيت حطيت الشغلات الأساسية فيها اللي هي السلق والبصل واللحمة تكون مدهنة والسماء والتمر هندي وزيت الحلو ودبس رمان، يعني كتير شغلات ضفت لها إياها. فإن شاء الله تعجبكم يا رب. ويلا خلونا نبلش المقادير مع بعضنا مشان ما أطول عليكم. هلأ في عنا بقدونس، في عنا خضار مشكلة، ومثل ما قلت لكم أساسهم بيكون السلق والبصل، في عنا رز، دبس بندورة، دبس رمان، شوية زيت حلو، لحمة مدهنة مشان نحط ليها بقلبها، ولحمة مشان نحطها تحتها كمان مدهنة، سماء، ثوم، ملح، الليمون، ملح، سبع بهارات مشكلة، وكركم. ومثل ما قلت لكم المقادير في كتير مقادير مختلفة، يعني في منهم بيضيفوا شغلات، هلا مثل بيضيفوا الشبت مع البقدونس، انه انا ما بحب طعمته نهائيا مشان هيك ما ضفته، في بيحطوا فول اخضر بقلب الطنجرة مع اللحمة كمان انه ما بحب نكهته شان هيك ما ضفته، استثنيت هالشغلتين. وطبعا بالاخير بيرجع ذوق شخصي. ان شاء الله تعجبكم وصفتي لليوم ويلا خلونا نبلش. هلا انا رح اجهز الخضار ورح افرم الثوم والبصل والبقدونس، رح افرم هالشغلات كليتها ورح ارجع لكم، يلا انتظرون. هلا مثل مو شايفين جهزنا الخضرة قطعناها، وهون الرز انا نقعته شوي بمي سخنة وملح وكبيت عنه، يعني هيك نقعته شوي صغيرة. والبصل مثل مو شايفين البصل حطيته بالميكروويف من 3 دقائق لاربع دقائق مشان يصير سهل معنا، وحتى السلق نفس الشي مشان ما اغليهم بالمي. شوفوا قديش طري، حطيته بالميكروويف تقريبا دقيقتين بس، تمام، مشان ما اغليهم بالمي هيك اسرع. وهلا رح نبلش سوا. هلا اول شي رح نتبل الرز معنا، هاي الرز رح نضيف فوقه اللحمة. هلا رح نتبل معنا المحشي. هلا اول شي حطينا اللحمة والرز، هلا رح نضيف شوية زيت حلو، ما حنكتر كتير، شوي بس مشان يعطي لمعة. وهلا في عنا هي الثوم والبصل انا فارمتهم كمان رح نضيفهم. وهلا هي البلكوسه والبانجان كمان فرمتهم انا بهالشكل وكمان رح نضيفهم مع الحشوه. وهي مقدار بندورتين كمان، وهي البقدونس كمان رح نضيف البقدونس كمان، وهي البهار والملح والكركم كمان رح نضيفهم، ورح نضيف شوية دبس رمان كمان. وشوية ملح الليمون بما انه الدبس رمان حامض، والتمر الهندي. هلا رح نضيف تمر الهندي لانه كمان التمر الهندي حامض، مشان هيك يعني ما كترت ملح الليمون في قلبه. هلا رح نحط معلقتين، هلا رح نحط معلقتين دبس بندورة كمان رح نضيف بقلبه، رح نضيف معلقتين مية فرنجي، في منهم بيقولوا لهم معجون الطماطم، تمام. هلا رح نتبل التبلة مع بعضنا ورح ارجع لكم. هلا رح احركها، هلا رح احركها كلها سوا ورح ارجع لكم. هلا مثل ما شايفين البصل كتير هوين طلعانه معنا لانه حطيناه بقلب الميكروويف، شايفين؟ طبعا رح نشيل هذا الوتش اللي بيلمع، رح نشيله، شايفين كتير هوين طلعانه معنا هيك، رح نشيل هذا الرقيق، تمام. انا رح اكملهم ورح ارجع لكم. هلا حطينا اللحمه بقلب الطنجره. هلا طبعا في منهم بيحطوا لها ورق غار هيك، انا ما بحب تتغير طعمتها، بس رح احط كم سنية ثوم بارض الطنجره فوق اللحمه وبس، ما احط شيء ثاني. طبعا هذا ذوق شخصي، انا هيك ضفتهم بس مشان ما رح احط لا بصل ولا شيء ولا ابدا. وهلا رح نبلش نحشي. هلا هاي التبله صارت عنا جاهزه، هلا رح نقول بسم الله ونبلش نحشي بعد ما اعورناهم مثل مو شايفين. هلا رح احشيهم بهالطريقه. هلا طبعا انا ما رح احشيهم لتمهم، لا
نفس المحشي العادي تقريبا، وعلى فكرة فيه كتير شغلات بتشبه المحشي التركي، أنا مشاركته معكم، رح تلاقوه بصندوق الوصف رابطه. تمام هيك بهالشكل معنا. هلأ رح نصفهم بالطنجرة، ونفس الشي رح نحشي البانجان والفلافلة والبصل كلهم بنفس الطريقة مثل مو شايفين. هيك كمان بعيف انا تقريبا عقدة اصبع مثل مو شايفين، هيك يعني تقريبا بعيف للمحشي. وكمان رح اصفهم، بس طبعا ما حصفهم بهالطريقة، بس انه عبورجيكم شلون رح نحشيهم. وهلأ منجي للبصل. عن جد الطريقة بالميكروويف كتير هوينة، بنصحكم يعني مشان ما تحطوا مي وتغلوها وهيك. كمان نفس الشي مثل مو شايفين، هيك منلفه ومنصفه بهالشكل، هيك منحشي البصل. وتمام السلق والفلافلة كله نفس الطريقة. كمان هاي هنا الفلافلة رح احشي وحدة وحدة، وانا رح اكملهم ورح ارجع لكم، لانه هلأ حتى هاي الفلافلة بهالشكل هيك معنا. كمان هلأ رح احشي بصلة تانية. بصراحة اول مرة انا بحشي بصل، يعني كتير حبيت شكله، حبيت فكرته، يعني ما ضايقته قبل هالمرة، هي اول مرة كتير حبيت. هلأ رح افرجيكم السلق، هلأ رح افرجيكم السلق شلون. هلأ هيك بهالشكل رح نقطع هاي معنا لقطعتين، لانه وحدة كبيرة شوي. تمام هلأ هون في عنا هذا العط، بقفى السكينة هيك بس مندقه شوي صغيرة مشان يلف معنا. تمام شايفين. وتمام كمان، وطبعا منكتر السلق ما مثل اليبرق، لا منحط شوي يعني لطيب انه يكون تخان. وانا رح ارده من الطرفين، انت فيك تردي من طرف واحد وتعيفي الطرف الثاني مفتوح. طبعا هذا بيرجع ذوق شخصي لإلك، وهيك بهالشكل. تمام هلأ انا رح الفهم كمان كلهم ورح ارجع لكم. هلا بعد ما خلصنا هون حشي، شايفين ما شاء الله شكله بشهي. هلا بعد ما خلصنا هيك لفيت السلق وحشيتهم كلهم بهالشكل. هلا بدلت الطنجرة، انا هديك كانت عندي، حتى بدلت الطنجرة لانه هديك شفتها صغيرة شوي، فبدلت الطنجرة حطيت طنجرة اكبر لانه هديك كانت صغيرة شوي، فاضطريت انه ابدل الطنجرة. وهلا رح نصفهم، هلا رح نقول بسم الله ورح نبلش نصفهم. هلا بعد ما خلصناها صف بهالشكل شايفين. هلا رح نحط لها، هلا هذا السماق انا بعد ما غليته واخذت ميته بس للسماق، رح احط لها مية السماق طبعا، وكمان رح نضيف مية التمر الهندي. الدبس رمان رح نحط بالحمض. وهلأ حطيت مقدار 3 معالق دبس بندورة، وكمان بشوية مي، ما حنكتر مي، ورح احكت لياهن. طبعا مثل ما قلت لكم في منهم بيحطوه على النار قبل ما انه يكتوا الحمض، قبل ما يحطوا شيء مشان تاخد هيك يعني تاخد شوية حرارة بتعطي لون من تحت، وبعدين بيكتوا فوق الحمض. بس بصراحة انا فضلت انه فورا يعني بيسوه بمية الخضار. تمام مية الخضار بيغطوه بهبالة بيسوه شوي وبعدين بيكتوا الحمض، بس بصراحة أنا مو ما مجربة، حبيت إنه فورا أحط لها الحمض وأحط على الغاز بهالطريقة.
وهلا بقى مثل ما شايفين انا حطيت على الغاز على حرارة نار عالية، يعني بنعلي الغاز وبس بلش يغلي معنا اول غلية والتانية تمام، بنطلع على حمضة وملحة، يعني بنركز حمضة وملحه بعد ما يغلي، بظهر يعني حموضته بظهر ملوحته بعد ما يغلي وتمام، بنوطي الغاز شمعة شمعة، انا كتير بحطه على الواطي يعني ان كان محشي او اي شيء بوطي عليه. شايفين هلا هي غلى معنا، هلا انا رح اوطي بعد ما شفت حمضة وملحه رح اوطي الغاز على الاخير تمام اغطيه، وتقريبا اكل معي من ساعتين ونص لثلاث ساعات تقريبا لحتى استويت، مع انه الطنجرة ما كانت كبيرة. شايفين ما شاء الله الشكل يعني عن جد بيشهي. والريحة ما بخبركم عن جد والله الريحة غرام. خلينا نشوف اذا استوت معنا، هلا لسه بدها شوي صغيرة، ما استويت معنا لسه بدها شوي تانية، هلا بعد شوي رح نرجع نطلع عليها. طبعا انا موطية تحتها كتير كتير، يا دوب شمعة شغل تحتها، لو شايفينها هيك بتغلي بس اما كتير واطي تحتها. هلا شايفين ما شاء الله رح نطفي عليها ونعيفها هيك 10 دقايق بعدين رح نقلبها. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك. مثل ما شايفين عن جد الدولمة العراقية أكلة خرافية بتشهي بتشهي، بنصحكم كتير إنه تجربوها، وصفة كتير طيبة ومكوناتها كتير هوينة مثل ما شفتوها، وإن شاء الله ألف صحة وعافية ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة يا رب. واستنوني كالعادة في فيديو جديد وبأكلة جديدة، وما تنسوا بعد الإفطار موعدنا مع حلو عراقي كمان مشهور، بحبكم كتير كتير. وهلأ يلا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك، واللي ما مشترك يشترك بالقناة، وأهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضموا لعائلتنا، وكتبوا لي تحت بالتعليقات أنتم من أي بلد عم تتابعوني وشو حابين الوصفة الجاي أنه من أي بلد نحن ننزلها وشو هي الأكلة. بحبكم كتير كتير وهلأ بقلكم يلا سلام. اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار.